خير دكتور ناصر، ماذا عن الوضع الوبائي في مأرب وأيضا الأمراض المنتشرة والأسباب؟ حياكم الله، شكرا لاهتمامكم بالقطاع الصحي. الوضع في مأرب الحمد لله زال تحت السيطرة. نعم الحالات وصلت عندنا إلى أكثر من 150 حالة شبه، ولم توجد حالة مؤكدة حتى الآن. مكتب الصحة يقوم بالاستعداد كثير من ضمنها تدريب الكوادر الصحية وإعادة فتح المراكز المعالجة في المستشفيات الكبيرة وأيضا زوايا الإروع في المراكز الصحية الأخرى وتجهيزات بعض الأدوية والمستلزمات الطبية. نعم، ماذا عن خطة الطوارئ في حال قدر الله تم تأكيد الحالات وما هي الصعوبات التي قد تواجهونها؟ خطة الطوارئ موجودة باطلاع السلطة المحلية ووزارة الصحة العامة والسكان مثلاً بالوزير وأيضا محافظ المحافظة ووكيل المحافظة، بالإضافة إلى الأخوة في المنظمات الموجودة في مأرب. كان اجتماع مع كلتر المنظمات بحيث أنه عدة خطة وإعادة تفعيل المراكز المعالجة وأيضا المستلزمات الطبية. الصعوبات التي نواجهها أنه قد تكون في كلة أو شحة في المحاليل الوريدية. تسلمنا قبل ليلتين كمية لا بأس بها من مركز الملك سلمان، مشكورين، وأيضا نطلب من المنظمات الأخرى الدعم في هذا الجانب. نعم دكتور ناصر، ما هي الإجراءات التي تتخذونها حتى يتم التوعية والتقليل من حالة الإصابة بمرض الكوليرا؟ لدينا عدد كثير من الأخوة المثقفين في المتطوعين من التطوعات التثقيف الصحي، وأيضا اجتمعنا وعملنا اجتماعين في مكتب الصحة، وأيضا دربنا تقريبا حوالي 150 كادر صحي في المرافق الصحية المختارة سواء زوايا الأروع أو مراكز المعالجة، وأيضا بالتواصل مع الأخوة في الأوقاف والتربية وأيضا الإعلام والجهات المعنية.